بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ مساء تاني، عاملين ايه؟ معاكم زميلكم سيف اشرف، طالب فرقة رابعة. ان شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة التوتوريال بتاع البلاد سبلاي اوف ذا جي اي تي. التوتوريال ده بيجي في الاخر. انا طبعا عارف والله ان كلكم فرهدين دلوقتي، ربنا يكون في عونكم، ولكن موديول الجي اي تي ده يعني عدى علينا كلنا بصعوبته. جي اي تي 2 بالتحديد، لو انا افتكر مثلا ان ممكن 3 موديولات عدوا عليها صعبين، فهو كان الجي اي تي 2 والسي ان اس، والمديول الثالث بيختلف بين طالب لطالب. بس انا فرقه رابعه اهو، مفيش طالب مش هيقول غير الجي اي تي 2 والسي ان اس واي مديول ثالث ممكن. دول 3 مديولات، في اصعب 3 مديولات في ايه، في ال4 سنين. فان شاء الله انتوا قدها وهانت ان شاء الله وتخلصوا المديول على خير. بالنسبه للتوتوريال ده، هو بيجي في الاخر بعد ما انت تكون خلاص في قد الطاقه بتاعتك، وفي طلاب كتير بتسيبه. بس التوتوريال ده مهم جدا عشان هو من الاناتومي القليل اللي بعد الميد. يعني التوتوريال ده انت خدت معظم الاناتومي قبل الميد، ده من الاناتومي القليل اللي هو بعد الميد. انا بتكلمش على التوتوريال ده لوحده، بتكلم هو وبتاع الفينس درينج اوف ذا جي اي تي ده، اعتبروهم كتوتوريال واحد وذاكروهم مع بعض. بيجي منه من نقطتين ل4 نقط ام سي كيو في الفاينل، وبيجي منه في العملي من دايجرام مش اقل من دايجرامين في العملي. فهو اهميته ومهم، وبيجي منه نقط كتير في الامتحان. وفي طلاب كتير بتقول اني انا مذاكر المنهج كويس، كل محاضره اذاكر البلاد سبلاي والفينس رينج بتاعه وهقدر استنتج السؤال اللي هيجي. بس انت لازم تذاكر التوتوريال ده لوحده، التوتوريال بتاع الفينس درينج، عشان السؤال هيجي زي ما التوتوريال مشروح. يعني انت مش هتعرف تجاوب السؤال اللي هيجي لك غير لما تذاكر التوتوريال بتاعه، تذاكر كويس. في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم ايه، اخلاقا. بسم الله، نبدا مع بعض شرح التوتوريال. ايه هي الارتيريال سبلاي اوف ذا جي اي تي؟ انت عندك في الجي اي تي في 3 ارتري كبار، دول بيغذوا الجي اي تي كله: السيليك ترانك والسوير ميزنتريك ارتري والانفيرو ميزنتريك ارتري. طب السيليك ترانك ده بتاع ايه، والسوير ميزنتريك ارتري ده بتاع ايه، والانفيرو ميزنتريك ارتري ده بتاع ايه؟ السيليك ترانك ده احنا طبعا عارفين ان الجي اي تي كان في الامبريولوجي عباره عن فور جت وميد جت وهايند جت. السيليك ترانك ده بتاع كان بيغذي الفور جت، والسوبير ميزنتريك ارتري ده كان بيغذي الميد جت، والانفيرو ميزنتريك ارتري دول كان بيغذي الهايند جت. طبعا التلاته جت دول التحموا مع بعض مؤخرا لما بقيت ادلت، بس هما فضل كل مكان محتفظ بمصدر البلاد سبلاي بتاعه. طب السيليك ترانك ده بقى، اللي قصدي الفرجة ده، بيتكون من ايه؟ بيتكون من الاسوفيجس والريسبيراتوري تراكت والاستومك والدودنم، مش كل الدودنم، لحد الامبولا اوف فاتر والليفر والجول بلادر والبنكرياس والاسبلين. يبقى تاني، بيتكون من الاسوفيجس والريسبيراتوري تراكت والاستومك والدودنم والليفر والجول بلادر والبنكرياس والاسبلين. ده بالنسبه للفرجة. بالنسبه للميد جات، بيتكون من الدوتينم، الديستال هاف اوف سكند بارت والثيرد بارت والفورث بارت، والجيجنوم والاليوم والسيكم والابندكس والاسينيك كولون والهيباتيك فليكشر اللي هي رايت كوليك فليكشر وترانسفيرس كولون، مش كله برضو، اللي هو البروكسيمال تو ثيرد. بالنسبه للهايند جات، بيتكون من الديستال 1 ثيرد اوف ترانسفيرس كولون والسبلينك فليكشر اللي هي الليفت كوليك فليكشر والديسندنج كولون والسيجمويد كولون. يبقى ده بالنسبه لاجزاء ومكونات الفور جاد والميد جاد والهاند جاد. لو حفظتها هتحفظ ايه الاورجان اللي بتتغذى بواسطه السيلياك ترانك، وايه الاورجان اللي بتتغذى بواسطه السوبير ميزنتريك ارتري، وايه الاورجان اللي بتتغذى بواسطه الانفيرو ميزنتريك ارتري. اول حاجه السيلياك ترانك. السيلياك ترانك ايه هو الاوريجن بتاعها؟ احنا طبعا كل ارتري هنحفظ الاوريجن والكورس والايه والانسرشن بتاعه والريليشن والاند بتاعته وايه البرانشات اللي بيديها. الاورجن قال ان هو من طبعا التلات ارتري اللي انا قلتهم دول من الانتير وول اوف ابدومينال اورتا، يبقى فرونت اوف ابدومينال اورتا، فرونت اوف ابدومينال اورتا اوبوزيت الابر بوردر اوف
L1 vertebrae. يبقى دي الحتة دي المهمة، بيتكون قدام الابدومينال الأورضة مقابل ايه الابر بوردر اوف L1 vertebrae. طبعا الحاجة دي مش مهمة اوي، just below the aortic opening of the diaphragm حاجة اسمها الميديان اركويت ليجامنت. ادي الابدومينال الأورضة اهو خرج منه، ادي السيليكت رانك، ادي الايه السيليكت رانك، وطبعا السيليكت رانك هتتفرع للفروع بتاعتها كلها. ادي ايه السيليكت رانك. طب ايه الكورس بتاعها؟ كلمة ترانك في الاناتومي يعني جزء، او بشكل عام الجزء دي حاجة تخينة، فهو الترانك ده بيبدأ تخين وبيبدأ ضخم وعريض، وبعد كده بيتقسم لفروع صغيرة وبرانشات صغيرة. الترانك ده قال ان هو very short trunk pass forward، بيمشي لقدام لمسافة 1 سنتي above the omental tuberosity of the pancreas وbehind the peritoneum of Leather sac. يبقى هي الكورس بتاعته الترانك ده فيري شورت، بيمشي لقدام مسافة 1 سنتي فوق ايه؟ فوق الاومنتال تيوبروستي بتاعت البنكرياس. طب ورا ايه؟ ورا البروتونيوم بتاعت الايه الليزر ساك اهو. ادي فوق الاومنتال تيوبروستي اوف ذا بنكرياس، وتحت بيبقى ورا البيهايند البروتونيوم اوف ذا ليزر ساك. مش واضح قوي هنا، هو الواضح قوي هنا اللي هو السيليك ترانك، وادي ان هو ماشي 1 سنتي اهو. طب ايه الريليشن بتاعتها؟ الريليشن هو بيكون محاط بالسيلياك بلكسس والسيلياك ليمف نود. يبقى محاط بايه؟ محاط بالسيلياك بلكسس والسيلياك ليمف نود. طب بينتهي بايه؟ قلنا ان هو بينتهي بينقسم ليفت جاستريك وسبلينيك وهيباتيك ارتري. يبقى دي النهايات بتاعته، انا ما بتكلمش عن البرانشات، انا بتكلم ان هو بينتهي بايه. ادي الليفت جاستريك اهو، ادي السيلياك ترانك، ادي الليفت جاستريك زي ما احنا شايفين، ادي الليفت جاستريك، وادي السبلينيك، ادي السبلينيك، وادي فين الهيباتيك، وتقريبا ادي الكومن هيباتيك اهو، ادي الهيباتيك. يبقى هو انتهى بثلاث حاجات، الليفت جاستريك والسبلينيك والهيباتيك، دول الثلاثه ارتريز اللي هو بينتهي بيهم. يبقى السيلياك ترانك دي بتنتهي بالليفت جاستريك اهو، ادي الصوره، ادي الصوره انتهى بالليفت جاستريك اهو، ادي الليفت جاستريك، وادي السبلينيك اهو، وادي الهيباتيك اللي هو الكومن هيباتيك اهو. يبقى دي النهايه بتاعته. طبعا بس الصوره دي مش مهمه قوي، مش موضحه قوي، الصوره اللي قبلها هي اللي موضحه، والصوره اللي قبلها دي ممكن تيجي دايجرام في امتحان عملي. دي لا، الصورتين دول مش موضحين قوي. ادي الصوره دي لوحدها. بالنسبه للليفت جاستريك ارتري، احنا عارفين ان الليفت ده اللي هو اول برانش، اول برانش، ادي الليفت جاستريك ارتري، ادي الليفت جاستريك ارتري اهو. ايه بقى موضوع الليفت جاستريك ارتري ده؟ ايه الكورس والبرانش بتاعته؟ الليفت جاستريك ارتري ده بيقول ان هو بيهايند، معلش انت لازم تحفظ، يعني انا احاول على قد ما اقدر اقلل الحفظ عندك بالصور والدياجرامات اللي موجوده قدامي او المتاح، بس انت لازم تحفظ الارتريز زي ما هي، وتحفظ البرانشات، وتحفظ بيدي لمين، بس تحفظ بحرفنه شويه. تعرف ان الفور جاد اللي بيغذيه كذا وكذا وكذا، الميد جاد اللي هو اللي بيغذيه السوبر مزنتلك فهيغذي الاورجان دي مش هيخرج عنها، والهايند جاد نفس الكلام. فالكورس والريليشن بتاعت الليفت جاستريك قلنا ان هو بيمشي بيهايند الليزر ساك، اتباس اب وورد بيمشي لفوق تو وشمال لحد ما يوصل للكاردياك اند بتاعت الاستومك. يبقى هو ورا الليزر ساك وبيمشي لفوق والشمال لحد ما يوصل الكاردياك اند اوف ذا ستومك، بعد كده بيمشي داون وورد ويمين، يعني بيمشي في الاول فوق وشمال لحد ما يوصل الكاردياك اند اوف ذا ستومك، ادي حاجه. بعد كده بيمشي لتحت ويمين بين التو ليرز اوف ليزر اومنتم الونج حاجه اسمها ليزر كيرفيتشر، بينتهي بانستوموز ويز رايت جاستريك ارتري. يبقى الكورس والريليشن قلنا بيمشي لفوق وشمال لحد ما يوصل الكاردياك اند اوف ذا ستومك، بعد كده بيمشي لتحت ويمين بين الطبقتين بتوع الليزر اومنتم بطول حاجه اسمها الليزر كيرفيتشر، بعد كده بينتهي ان هو بيعمل انستوموز مع الرايت جاستريك ارتري. يبقى هو ليفت جاستريك ارتري بيعمل انستوموز مع الرايت جاستريك ارتري. طب ايه البرانش اللي بيديها؟ احنا قلنا ان هو بيمشي ابورد لحد ما يوصل الكاردياك اند. طب ايه الحاجات اللي فوق؟ ايه الحاجات اللي فوق؟ وقلت لك ان هي من الاجزاء الفور جاد، بيدي اوسوفيجال برانش بتغذي الاوسوفيجس، الكلام شرح بعضه.
وطب هو اسمه جاستريك، اكيد هيدي جاستريك برانش. طب الجاستريك برانش هو اسمه ليفت جاستريك بس بيدي الرايت بارت اوف بادي اوف ذا ستومك، عشان الحته دي بتلخبط. يبقى هو اسمه ايه؟ ليفت جاستريك. ولكن احنا قلنا لما بينزل لتحت، بينزل لتحت ويمين، فبيدي الرايت بارت اوف بادي اوف ذا ستومك. يبقى ايه البرانشات اللي بيديها الليفت جاستريك؟ الاسوفيجال برانش تو ابدومينال اوسوفيجاس، والجاستريك برانش تو للرايت بارت اوف بادي اوف ستومك، الرايت بارت اوف ايه؟ بادي اوف ذا ستومك. ادي برضو، بس دي احنا كده خلصنا الايه الليفت جاستريك. بالنسبه للسبلينك ارتري، ادي السبلينك ارتري اهو، ادي السيليك ترانك وادي السبلينك ارتري خارج منها. لاحظ ان السبلينك ارتري تورشوس كورس، يعني مسار متعرج، وهنعرف هو ليه تورشوس دلوقتي. بالنسبه للكورس والريليشن بتاعت السبلينك ارتري، ادي السبلينك ارتري اهو برضو صوره تانية، وادي السيليك ترانك وادي الليفت جاستريك ارتري، طالعين الاثنين من السيليك ترانك، وادي الكومن هيباتيك، دول الثلاثه اند اهو، ادي الليفت جاستريك وادي الاسبلينيك وادي الكومن هيباتيك ارتري. الكورس بتاع الاسبلينيك ارتري بيهايند الليزر ساك، ورا حاجه اسمها الليزر ساك، بعد كده رانز تو ليفت، مظبوط هو ماشي شمال اهو، رانز تو ليفت اون بوستيرو ابدومينال وول، اون بوستيرو ابدومينال وول فوق البادي اوف ذا بنكرياس، مظبوط هجيبها لك دلوقتي على الصوره. ان اتورشوس كورس قلنا في مسار متعرج، كانت الصوره اللي فاتت ادي ان هو ماشي فوق البادي اوف ذا بنكرياس في التورشوس كورس، ماشي ناحيه الليفت، كلام كله مظبوط وكلام كله على الصوره. التورشوس كور كروسنج بيعبر ايه بقى؟ بيعبر الابدومينال اورتا، وبيعبر الليفت سمباثيك تشين، وبيعبر الليفت كراس اوف ذا فران، وبيعبر الليفت كيدني، والليفت سوبرا رينال جلاند. يبقى لو هتقول لي السبلينك ارتري بيكورس ايه، هقول له ان هو كروسنج الابدومينال اورتا، الليفت سمباثيتك تشين، الليفت كراس اوف دايفرام، هو ماشي ناحيه الليفت، كلها حاجات ليفت، الليفت كيدني، الليفت سوبرا رينال جلاند. يبقى الابدومينال اورتا، الليفت سمباثيتك تشين، كله ليفت، ليفت كراس اوف دايفرام، ليفت كيدني، والليفت سوبرا رينال جلاند. قال لما بيوصل للفرونت اوف ذا كيدني اند سوبرا رينال جلاند بيخش حاجه اسمها اللاين ورينال ليجامنت. يبقى لما بيوصل للكيدني والسوبرا رينال جلاند بيخش ليجامنت اسمه ايه؟ السبلينك ارتري. لما يوصل للكيدني والسوبرا رينال بيخش ايه اسم الليجامنت اللي بيخشه؟ اسمه لاين ورينال ليجامنت، بيخش هو وتيل اوف ذا بنكرياس ومعاه السبلينك فين. يبقى اللاين ورينال ليجامنت مع التيل اوف ذا بنكرياس مع السبلينك فين، يبقى السبلينك ارتري والسبلينك فين والتيل اوف ذا بنكرياس بيخشوا حاجه اسمها اللاين ورينال ليجامنت. بعد كده بينتهي بالهايلم اوف ذا سبلين، بيدين تيرمينال برانش او السبلينك برانش ذات انتر ايه ذا هايلم. يبقى تاني الكورس، قلنا ان الكورس إيه ان هو، تعال نقوله من على الرسمه، بيعند الليزر ساك مش موجوده، بيمشي ليفت لحد ما يوصل للسبلين اباف البادي اوف ذا بنكرياس. قلنا ان هو بيمشي عادي الاسبلينك اهو، ادي الابدومينال اورتا اهو، بيمشي بيعدي الابدومينال اورتا والليفت سمباثيتك تشين، بس الليفت سمباثيتك تشين مش موجود، ادي عدى الابدومينال اورتا اهو والليفت سمباثيتك تشين، وهيعدي الليفت كراس اوف دايفرام، وهيعدي الليفت كيدني، والليفت سوبرا رينال جلاند، دول كلهم حاجات بيعديها. بعد كده بيخش الاسبلين عن طريق الايه؟ الهايلم اوف ذا سبلين. وقلنا ان هو لما يوصل للكيدني والسوبرا رينال جلاند بيخش حاجه اسمها اللاين ورينال ليجامنت. ادي بالنسبه للسبلينك ارتري، وده تاني ارتري معانا. طب ايه البرانشات اللي بيديها السبلينك ارتري؟ شوف انا قلت لك بيعدي على كام حاجه، طول ما هو بيعدي كده بيدي برانشات، طول ما هو بيعدي بيدي برانشات. احنا قلنا بيعدي على البادي اوف ذا بنكرياس وطول البادي والتيل معانا، يبقى بيدي اول حاجه بنكرياتيك برانش للبادي والتيل اوف ذا بنكرياس، ادي اول حاجه. تاني حاجه بيدي شورت جاستريك ارتري، ما هو برضو، ما انت خلي بالك ان هو برضو بيعدي بيدي برانشات للجاستريك من 5 لـ6 برانشات، دي بتخش في ليجامنت اسمه جاسترو اسبلينيك ليجامنت تو فاندس اوف ذا ستومك. يبقى السبلينك ارتري بيديني شورت جاستريك ارتريز، دي عددها من 5 لـ6، بتجري في جاسترو سبلينك ليجامنت حاجه اسمها جاسترو سبلينك ليجامنت للفاندس اوف ذا ستومك لحد ما توصل.
يبقى الجاسترو سبلينيك ليجامنت دي اللي بتجري فيها الشورت جاستريك ارترز، انما اللاين ولينا ليجامنت ده اللي بيجري فيه السبلينيك ارتري ذات نفسه مع السبلينيك فين ومع التيل اوف ذا بنكرياس، يبقى دي بتروح للفاندس اوف ذا ستومك. انا خلي بالك انا قلت لك الرايت بارت اوف ذا ستومك اللي هي الليفت جاستريك ارتري، انت لازم تغذي الاستومك كلها. طب ايه اللي بيغذي الفاندس اللي هو الشورت جاستريك ارتري؟ في عندنا برانش ثالث اسمه ليفت جاسترو ايبلويك ارتري. طب الليفت جاسترو ايبلويك ارتري ده بيغذي ايه؟ هو من اسمه جاسترو ايبلويك ارتري، بيوصل الريتش بيوصل الجريتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك ثرو جاسترو اسبلينيك ليجامنت. نفس الكلام ده عدى في الجاسترو سبلينيك ليجامنت، ده برضو ماشي في بيواصل الجليتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك من خلال الجاسترو سبلينيك ليجامنت، بعد كده باس تو رايت الونج جليتر كيرفيتشر، ماشي يمين بطول الجليتر كيرفيتشر بتوين الانتير تو لير اوف جليتر اومنتا. يبقى الليفت جاسترو بلوك ارتري الكورس بتاعه ريتش الجليتر كيرفيتشر اوف ذا ستومك ثرو جاسترو سبلينيك ليجامنت، بعد كده مشي يمين بطول الجريتر جريفيتشر. طبعا الحاجات دي على الصوره بس مش موجوده على الصوره، الجريتر جريفيتشر ولا الليزر جريفيتشر مش موجودين على الصوره، فانت حاول تتخيلهم وانت طبعا واخد الحاجات دي واخد اماكنها ان هي فين. بعد كده بيمشي بتوين الانتيرو تيرا اوف جريتر اومنتم، الكلام ده كله مش مهم. الليفت جاسترو اوبلوك ارتري بينتهي بيعمل انستوموز مع الرايت جاسترو اوبلوك ارتري، يبقى خلي بالك الليفت جاستريك ارتري اللي لسه واخدها بينتهي بانستوموز مع الرايت جاستريك، كل واحد بينتهي مع القرين بتاعه. الليفت جاسترو ايبلويك ارتري بيعمل لي انستوموز مع الرايت جاسترو ايبلويك ارتري. طب هو من اسمه اسمه جاسترو ايبلويك ارتري، طب بيغذي ايه واسمه ليفت؟ بيغذي الليفت بارت اوف ذا بادي اوف ذا ستومك، ما احنا واخدين ان الليفت جاستريك ارتري كان بيغذي الرايت بارت اوف ذا بادي اوف ذا ستومك، انما ده الليفت جاسترو ايبلويك ارتري ايبلويك، يبقى ده بيغذي الليفت بارت اوف بادي اوف ذا ستومك ومعاهم الجريتر اومنتم اللي هو ماشي فيه، مش هو ماشي في الجريتر اومنتم، يبقى بيغذي الليفت بارت اوف بادي اوف ذا ستومك والجريتر اومنتم، يبقى اللي بيغذي لنا الرايت بارت اوف ذا بادي اوف ذا ستومك. وانت بتراجع كده راجع معايا هنقول له الرايت بارت دي الليفت جاستريك ارتري، طب مين اللي بيغذي الفاندس اوف ذا ستومك؟ الشورت جاستريك ارتري. طب مين اللي بيغذي الليفت بارت اوف ذا بادي اوف ذا ستومك؟ هقول له الليفت جاسترو ايبلويك ارتري وبيغذي معاه الجريتر اومنتم، تمام. طب بيديني تيرمينال برانش هو اسمه ايه؟ سبلينك ارتري، من 5 ل 6 برانش دي بتخش الهايلم اوف ذا سبرين ودي التيرمينال برانش، يبقى ده رابع برانش معانا ومش الخامس، في برانش كمان، لا ده كان اخر برانش معانا. يبقى ايه هي البرانشات بتاعت السبلينك ارتري؟ بيديني اربع برانشات، البنكرياتيك برانش بيدي البادي والتيل، الشورت جاستريك ارتري عددها من 5 ل 6 بتروح تغذي الفاندس اوف ذا ستومك، الليفت جاسترو اوبلوك ارتري قلنا من اسمها يبقى بتغذي الليفت بادي اوف ذا ستومك والجريتر اومنتم. طب بتعمل انستوموز مع ايه؟ مع القرين بتاعها اللي هو الرايت جاسترو اوبلوك ارتري. اخر حاجه التيرمينال برانش، دي من 5 ل 6 برانشات بتخش الهايلم اوف ذا سبلين، بتخش الهايلم اوف ذا سبلين اللي هو متسمي باسمها. في سؤال ليه السبلينك ارتري تورشوس؟ ليه مسار الكورس بتاع السبلينك ارتري؟ طب تعالى اقول لك تورشوس ازاي، او تورشوس بالشكل ده او برضه تورشوس بالشكل، ليه هو متعرج كده او متني التنات دي؟ اكيد ربنا خلق كل حاجه لسبب. اول سبب ان لما تكون حاجه تورشوس غير لما تكون حاجه ستريت، لما تكون حاجه تورشوس دي بتعمل لي slow the circulation and so allow filling of pancreatic artery، يبقى اول حاجة ايه؟ هتبقى slow the circulation and allow the filling of pancreatic artery، الدم بيمشي فيها ببطء فبتسمح للبنكرياتيك artery اللي هي تتملي بالدم، ادي اول حاجة. تاني حاجة to accommodate the movement of the spleen in respiration، بتتمدد او بتستوعب السبلين ده بيتحرك اثناء التنفس فممكن يتشد شويه، يبقى في مكان ممكن بحيث لما السبلين يتحرك الارتري ينشد شويه فذلك هو تورشوس. تالت حاجه اللي هو اكوموديت انارجمنت اوف سبلين، طبعا احنا عارفين ان في حاجه اسمها سبلين وميجالي دي بيجي مع امراض معينه وبتسببه حاجات معينه، فلما السبلين بيكبر بيضغط على الارتري ده، فطبعا عشان يسمح ان الارتري ده يستحمل شويه الاسبلين وميجالي دي
فبيبقى تورشوس. يبقى ليه الاسبرين ده تورشوس؟ هو متعرج ليه؟ عشان الدم فيه يمشي ببطء، فبيسمح ليه البنكرياتيك ارتري انها تتملي. تاني حاجة عشان يستوعب حركة الاسبلين اثناء الريسبيريشن. تالت حاجة عشان يستوعب الاسبلين ذات نفسه لما يحصل له انلارجمنت، ودي في بعض الامراض. اهو ادي التور شوت ايه طبعا، وادي السيليك ترانك نفس الكلام، ادي برضو نفس الكلام، ادي السيليك ترانك اهو، ادي الليفت جاستريك ارتري قلناها، ادي الليفت جاستريك ارتري، وادي الاسبلينيك ارتري. هو المفروض ده رايت جاسترو ايبلويك، ده رايت جاسترو ايبلويك بس الاسبلينك هنا مش موجود، صورة الاسبلينك مش موجودة. وادي الكومن هيباتيك ارتري، هو قال ان ده الرايت جاسترو ايبلويك ارتري مش الليفت كمان. لا ده الرايت جاسترو ايبلويك ارتري، وده الاسبلينك ارتري مظبوط، بس الرسمه بتاعته مش موجوده، البيان بتاعه مش موجود في الدايجرام. ادي بالنسبه للدايجرام، ادي بعد كده هناخد، احنا قلنا في الليفت جاستريك ارتري وقلنا بيدي ايه وبيغذي ايه، وقلنا الاسبلينك ارتري، فاضل اخر حاجه في السيليك ترانك اللي هو الايه الهيباتيك، اللي هو الهيباتيك ارتري. بالنسبه للهيباتيك ارتري بينقسم لحاجتين، ليفت هيباتيك ارتري ورايت هيباتيك ارتري. ادي الكومن هيباتيك ارتري اهو بينقسم لحاجتين، ادي الكومن هيباتيك ارتري بينقسم لحاجتين. ايه هو، طب ايه هو الكورس بتاع الهيباتيك ارتري؟ بيهايند البروتينيوم اوف ليزر ساك، كل حاجه هتلاقيها ورا البروتينيوم بتاعت الليزر ساك دي. باس فورورد بيمشي لقدام لحد ما يوصل للفيرست بارت اوف دودن. ما انا الكلام ده انت تتخيله بقى، ما للاسف ما فيش دايجرام قدامي اللي انا اوضح لك هو فين الكلام ده، انا ما عنديش دايجرام يوضح الصوره دي، فانت تتخيل الكلام ده. يبقى هو بيهايند البروتونيوم اوف ليزر ساك، باس فورورد تو راي لحد ما يوصل للرايت تيل، بيمشي قدام قصدي ويمين لحد ما يوصل فيرست بارت اوف دودنا، كيرفز ابورد ان فري بوردر اوف ليزر اومنتوم. والحته دي مهمه، يبقى هو بيمشي في الفري بوردر بتاع الليزر اومنتوم. احنا طبعا عارفين الليزر اومنتوم له كذا بوردر، هو بيمشي في الفري بوردر بتاعه بتاع الليزر اومنتوم فرونت اوف ايه، قدام البوردر فين، وعلى شمال الكومن بايل داكت. يبقى الكورس بتاع الهيباتيك داكت بيمشي فين؟ هنقوله بيمشي في الفري بوردر بتاع الليزر اومنتوم قدام هو بيكون قدام البورتال فين، وبيكون على شمال الكومن بايل داكت. اخر حاجه بيخش البورتا هيباتس، بيديني رايت وليفت سيرجيكال او فانكشنال، بيديني رايت وليفت برانش عشان يغذي الرايت والليفت لوب. يبقى هو بيديني رايت وليفت برانش عشان يغذي ايه الرايت والليفت لوب. اول حاجه البرانشات بتاعه الهيباتيك ارتري، احنا قلنا الرايت والليفت دول مش هما لوحدهم، دي الاند بتاعته يعني نهايته، هو بيديني برانشات كتير. احنا خدنا الليفت جاستريك ارتري البرانش اللي هو عليه الدور اللي هو الرايت، احنا خدنا الليفت جاستريك ارتري بيعمل مكان بيعمل مازوتوموز مع الرايت جاستريك ارتري. ادي الرايت جاستريك ارتري اهو، قال ان هو بيمشي ران تو الونج الليزر كيرفيتشر، يبقى هو بيمشي ايه على طول الليزر كيرفيتشر بتوين تو لاير اوف ليزر اومنتوم اند اند باي انستوموز ويز ليفت جاستريك ارتري. طب ده بيغذي ايه؟ ابر بارت اوف بايلوريك بارت اوف ذا ستومك، الابر بارت بتاعت البايلوريك بارت اوف ذا ستومك. يبقى ايه اللي بيغذي الابر بارت اوف بايلوريك بارت اوف ذا ستومك؟ هقول له الرايت جاستريك ارتري. يبقى ده اول برانش. طب بعد كده الجاسترو دودنال التري، وقال لك ان هو هاز نو فين، يبقى مع الجاسترو دودنال التري ده ما عندوش فين. هو من اسم الجاسترو دودنال التري ده موجود فين؟ ديستند بيهايند الفيرست بارت اوف دودنال، بينزل ورا الجزء الاولاني بتاع الدودنال قدام البورتال فين، على شمال الكومن بايل داكت. ادي الجاسترو دودنال التري ات لوور بوردر اوف عند اللوور بوردر بتاع الفيرست بارت اوف دودنم ان فرونت اوف نيك اوف بانكرياس، بينقسم لحاجتين واوريك الكلام ده فين على الصوره، رايت جاسترو ايبيبلويك ارتري وسوبيرو بانكرياتيكو دودنال ارتري. يبقى الجاسترو دودنال ارتري ده قلنا ما عندوش فين، descend behind the first part of duodenum in front of قدام البورتال فين وعلى شمال الكومن بايل داكت، قلنا ان هو بينزل في اللور عند اللور بوردر اوف فيرست بارت اوف دودنم قدام النك بتاعه البنكرياس، بنقسم لحاجتين الرايت جاسترو ايبلويك والسوبير بنكرياتيك دودنال ارتري. طب تعال نشوف الكلام ده فين على الصوره، فين الكلام ده على الصوره؟ طبعا اهو ادي الجاسترو دودنال ارتري، ادي الجاسترو دودنال ارتري
قلنا ان هو بينقسم عند الفيرست بارت والهيد اوف ذا بنكرياس، ادي الهيد اوف ذا بنكرياس والفيرست بارت الى رايت جاسترو بلويك وسوبيرو بنكرياتيك ودودنال. يبقى ده الجاسترو دودنال التري اهو بينقسم الى رايت جاسترو بلويك ارتري اهو نازل اهو رايت جاسترو بلويك وسوبيرو بنكرياتيك ودودنال عند ايه في اخر الفيرست بارت اوف ذا دودن اهو بينقسم رايت جاسترو بلويك وسوبيرو بنكرياتيك ودودنال. طب الرايت جاسترو بلويك ده ارتري رايح فين وبيغذي ايه؟ الرايت جاسترو بلويك ده ران تو ليفت بيمشي ناحيه الشمال، يبقى هو اسمه رايت جاسترو بلويك بس بيمشي ناحيه الشمال ليه؟ بطول حاجه اسمها جريتر كيرفيتشر بتوين ذا انتير تو لير ذا انتير تو لير اوف جريتر كيرفيتشر سبلاي لور بارت اوف بايلوريك بارت اوف ذا ستومك والجريتر اومنتا. يبقى انت عندك اللي كانت بتغذي الابر بارت اوف ذا بايلوريك اوف ذا ستومك كان الرايت جاستريك ارتري، انما الرايت جاسترو ايبيبلويك ارتري بيغذي اللور بارت اوف بايلوريك بارت اوف ذا ستومك والجريتر اومنتا. يبقى ايبيبلويك يعني بيغذي الاومنتا. التاني برضو كان الليفت جاسترو ايبيبلويك ارتري كان بيغذي الليفت بارت اوف ذا بادي اوف ذا ستومك وكان بيغذي الجريتر اومنتا معانا، ده بيغذي اللور بارت اوف بايلوريك اوف ذا ستومك والجريتر اومنتم. تعرف كل واحد بيغذي ايه؟ السوبيريور بانكرياتيك ودودنال ارتري ده اللي هو بيمشي بتوين السكند بارت اوف دودنم والهيد اوف ذا بنكرياس، تمام. بعد كده بينتهي ان هو يعمل لي انستموزنج مع الانفيرو بانكرياتيك ودودنال ارتري. الانفيرو بانكرياتيك ودودنال ارتري دي جزء من السوبيريور ميزنتريك ارتري اللي هو الارتري الكبير بقى. يبقى احنا عند يبقى ديت لما يقول لي ايه الحته اللي بيحصل عندها انستموز بين السيلياك ارتري والسوبيريور ميزنتريك ارتري، هقول له لما يحصل انستموز بين السوبيريور بنكرياتيك ودودنال ارتري والانفيرو بنكرياتيك ودودنال ارتري. يبقى تاني امتى بيحصل انستموز بين السيلياك والسوبيريور ميزنتريك؟ هقول له لما يحصل انستموز بين السوبيريور بنكرياتيك ودودنال ارتري والانفيرو بنكرياتيك ودودنال ارتري عندها، عشان السؤال ده بيجي بيحصل ايه انستموز بين السيلياك ارتري والسوبيريور ميزنتريك ارتري. طب هي من اسمها اسمها سوبيريور، يبقى بتغذي الابر بارت الابر هاف اوف سكند بارت اوف دودنام والابر بارت اوف هيد اوف ذا بنكرياس. يبقى اسمها سوبيريور بنكرياتيك ودودنال، يبقى بتغذي البنكرياس والدودنال، وسوبيريور يعني الفوق الجزء اللي فوق، يبقى بتغذي الابر بارت اوف هاف اوف سكند بارت اوف دودنام والابر بارت اوف هيد اوف ذا بنكرياس، تمام. البرانش اللي بعد كده اسمه السوبرا دودنال ارتري، ده عند الجانكشن بتوين الفيرست اند سكند بارت اوف دودنام. اي كلام، سوبرا دودنال ارتري مش مهم قوي. طب والرايت والليفت هيباتيك برانش؟ الرايت والليفت هيباتيك برانش ده بيروح الرايت والليفت فانكشنال لوب اوف ذا ليفر، ما احنا عارفين. طب السيستيك ارتري ده بقى، السيستيك ارتري ده قال ان هو يا اما بيطلع من الرايت هيباتيك ارتري او بيطلع من الهيباتيك اللي هو الرئيسي اللي هو بيديني الفروع دي كلها. يبقى يا اما بيطلع من الرايت هيباتيك اللي هو فرع من فرع، يا اما بيطلع فرع من الاصل اللي هو ايه الهيباتيك ارتري. طب ايه هو الكورس بتاعه؟ اتباص تو ذا رايت بيهايند ذا كمان هيباتيك داكت، بيمشي لليمين، ما هو رايح للهيباتيك يبقى يمين، يبقى بيمشي يمين ورا الكمان هيباتيك داكت ورا السيستيك داكت برضو لحد ما يوصل للديب سيرفيس بتاعه النيك اوف جول بلادر. ما هي سيست دي يعني جول بلادر، لحد ما يوصل النيك بتاع الجول بلادر وبينقسم الى سوبرفيشال وديب برانشز ويتش ران اون ذا سوبرفيشال اند ديب سيرفيس اوف ذا جول بلادر. طب بيغذي ايه طول ما هو ماشي بقى؟ بيغذي التو هيباتيك داكت والكامن هيباتيك داكت والجول بلادر والسيستيك داكت، وبس بيغذي الكامن هيباتيك داكت بس بيغذي الابر بارت بتاعها بس، اللور بارت ما بيغذيهاش. يبقى السيستيك داكت بيغذي ايه؟ التو هيباتيك داكت والابر بارت اوف كامن بايل داكت والجول بلادر والسيستيك داكت. يبقى هو بيغذي كل الاكسترا هيباتيك بيلر سيستم ما عدا اللور بارت اوف كامن بايل داكت. يبقى هو بيغذي الكامن هيباتيك داكت والتو هيباتيك داكت والكامن هيباتيك داكت والجول بلادر والسيستيك داكت والار برضو اوف كامن بايل داكت. يبقى هو بيغذي كل الاكسترا بيلاري سيستم ما عدا اللور بارت اوف كامن بايل داكت. يبقى ده عشان ممكن تيجي سؤال في الام سي كيو،
احنا كده بنكون خلصنا السيليك ترانك. هنراجع عليها مراجعة سريعة. كده احنا خلصنا السيليك ترانك فاضل السوبيرو ميزنتريك ارتري اللي هو كان بيغذي الميد جات، والانفيرو ميزنتريك ارتري اللي هو كان بيغذي الهايند جات. هناخد سوبيرو ميزنتريك ارتري. بالنسبة للسوبيرو ميزنتريك ارتري ايه هو الاورجن بتاعه؟ احنا خدنا ان السيليك ترانك من فرونت اوف الابدومينال اورتا اوبزيت للابر بار بوردر اوف ال واحد، دي بيبقى فرونت اوف الابدومينال اورتا اوبزيت للور بوردر اوف ال واحد، 1 سم تحت الايه السيليك. تمام. الكورسور ريليشن، الكورسور ريليشن بتاعتها بالنسبه للسوبيرو ميزنتريك ارتري. طب السوبيرو ميزنتريك ارتري ده بقى كان ايه الاورجان بتاعه؟ قلنا من الابدومينال اورتا اوبزيت للور بوردر اوف ال واحد، تمام، 1 سم بلو السيليك. طب ايه هي الكورسور ريليشن بتاعته؟ بيبدا ورا البادي اوف ذا بنكرياس، بين بتوين السبلينيك فين بيكون فوقه والليفت رينال فين بيكون تحته. يبقى تاني، هو بيبدا ورا البادي اوف ذا بنكرياس بتوين السبلينيك فين فوقه والليفت رينال فين بيكون تحته. بعد كده بيعبر ان قدام الليفت رينال فين والانسنت بروسيس اوف ذا بنكرياس، يبقى كروس ان فرونت اوف الليفت رينال فين والانسنت بروسيس اوف ذا بنكرياس. بيخش الروت اوف ميزنتري اوف سمول انتستين مع السمول مع السوبيرو ميزنتريك فين on a its right side. بعد كده بيمشي باص وداونورد، باص داونورد اند رايت عشان يعبر الثيرد بارت اوف دودنم والاورتا والانفيور فينا كيفا والرايت سوز ميجور والاستراكشر بتاعت اللي هي الرايت جينتو فيمورال نيرف واليوريتر والجونادال فيزل. يبقى تاني السوبر ميزنتريك ارتي الكورس بتاعه مليان شويه. اول حاجه ان هو بيمشي ورا البادي اوف ذا بنكرياس بين ايه وبين ايه، بين السبلينيك فين وفوق، يبقى فوق السبلينيك فين وتحته الليفت رينال فين. بعد كده بيعبر قدام الليفت رينال فين والانسن بروسيس اوف ذا بنكرياس، بيخش الروت بتاع الميزنتري هو والسمو والسوبير ميزنتريك فين على الرايت سايد بتاعه. بعد كده بيمشي لتحت داون وورد ويمين، بيمشي لتحت ويمين عشان يعبر ثلاث حاجات، يعبر كذا حاجه. ايه هما؟ السيرد بارت اوف دودنا والاورطه والانفيرو فينا كيفا والرايت سواز ميجور، بيمشي تحت ويمين، يبقى كل الحاجات يمين، السيرد بارت اوف دودنا والاورطه والانفيرو فينا كيفا والرايت سواز ميجور والاستراكشر بتاعته. طب ايه هي الاستراكشر بتاعه الرايت سواز ميجور؟ هتبقى الرايت جينتو فيمورال نيرف واليوريتر والجونادال فيزل. تمام. ادي السوبيرو ميزنتريك اهو، ادي السوبير ميزنتريك ارتري، هيعمل لي بقى ادي الاليال ارتري وادي الابندكس دي، واداني ابندك دي الاليو كوليك، دي الشرايين الرأسية ودي الرايت كوليك ودي الميدل كوليك. يبقى ادي الاليو كوليك، ادي الرايت كوليك وادي الميدل كوليك، وهناخدهم دلوقتي. بينتهي فين السوبير ميزنتريك ارتري ده؟ بينتهي في الرايت اليك فصة عند الاليو سيكال جانكشن. يبقى هو بينتهي فين؟ في الرايت اليك فوس عند الاليو سيكال جانكشن وانستوموز ويز انستوموتيك برانش اوف اليو كوليك. الاليو كوليك ده واحد من البرانشات بتاعه السوبير ميزنتريك ارتري. يبقى اذا لو قال لي يقول لي ايه هو الارتري اللي بينتهي بانستوموز من برانش من برانشاته، هيبقى السوبير ميزنتريك بينتهي بانستموز مع الاليوكوليك، والاليوكوليك ده واحد من البرانشات بتاعته. يبقى ايه هو الارتر اللي بينتهي بانستموز بين برانش من برانشاته؟ هنقول السوبير ميزنتريك ارتري بينتهي بانستموز مع الايه الاليوكوليك ارتري. تمام. ادي صوره تانية، ادي السوبير ميزنتريك ارتري اداني ادي الميدل كوليك اهو، بس الصوره دي مش واضحه شويه، وادي ايه الرايت كوليك وادي الاليوكوليك، ادي الايه الاليوكوليك اهو، وادي الايه الاليال ارتري اللي هي في الاخر، ادي تاني ده السوبيرو ميزنتريك ارتري اهو، وده الانتيرور اند بوستيرور بانكريتيك جدول ارتري. دي كلها برانشات هنشوفها دلوقتي. اول برانش بتاعه احنا كنا انتهينا عند السيلياك ارتري ببرانش اسمه سوبيرو بانكرياتيك جدول ارتري، اول برانش من برانشات السوبيرو ميزنتريك ارتري انفيرور بانكرياتيك جدول ارتري.
ده بيمشي بين الدودنم والهيد اوف ذا بنكرياس. التاني كان بيغذي الابر هاف اوف دودنم والابر بارت اوف هيد، ده بيغذي اللور هاف اوف دودنم واللور بارت اوف هيد انكلودنج الانسنت بروسيس. يبقى اللي بيغذي الانسنت بروسيس واللور بارت اوف هيد واللور بارت اوف دودنم من اسمه انفيور بنكرياتيك دودنال ارتري. تمام، بيديني برانشات كتير، الجوجنال والاريال برانش. الجوجنال والاريال برانش دي ما احنا قلنا بقى ان كل ما احنا قلنا ان مكونات الميد جارد تعرفينها، الجوجنال والاليام بيدي من 10 ل 12 ارتري ذات ارايز من الليفت سايد اوف سوير ميزنتريك ارتري وبتجري في الميزنتري اوف سمول انتستين فورمينج ا سيرس اوف اركيد. بس غازي لي السبلاي الجوجنال والاليام. يبقى المهم من هنا ان هي من 10 ل 12 عددها مهم، من 10 ل 12 وبتغذي الجوجنال والاليام من اسمها. يبقى كل ارتري بيغذي من اسمه. الرايت كوليك ارتري، الرايت كوليك ارتري ده بيدي اسندنج وديسندنج برانش للابر تو سيد اوف اسندنج كولون والرايت كوليك فليكشر. يبقى الرايت كوليك ارتري بيدي اسندنج وديسندنج برانش لمين؟ للابر تو سيد اوف اسندنج كولون، وبيدي معانا هو من اسمه بيدي بيغذي الرايت كوليك فليكشر. طب طبعا هيتفضل اللور وان سيد، هنشوف مين اللي هيغذيها دلوقتي. في الميدل كوليك ارتري ده طالع من البنكرياس جاست بلو بنكرياس زين ران داون وورد وفورورد، بيمشي لتحت والقدام لحد ما يخش الميزو كولون. بعد كده بينقسم لرايت وليفت برانش عشان يغذي لي الرايت تو ثيرد اوف اي ترانسفيرس كولون. يبقى الميدل كوليك ده طالع من تحت البنكرياس بيمشي لتحت والقدام لحد ما يخش ترانسفيرس ميزو كولون، بينقسم لبرانشات رايت وليفت برانشز عشان يغذي لي الرايت تو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون. ادي بالنسبه للميدل كوليك. بالنسبه بقى للاليو كوليك، وده بيديني 5 برانش، اقصد 6 برانش. الاليو كوليك من اسمه بيديني ترم اليال برانش للترمينال اليوم، ادي واحد. بيديني ابنديكولار برانش الابندكس. طب بعد الابندكس ايه؟ او السيكم كان بعدها الابندكس. بيديلي انتيرو سيكل برانش، ده بيغذي الفرونت اوف سيكم، والبوستير سيكل برانش ده بيغذي الباك اوف سيكم. وقال لك ان الابنديكولار برانش ده ممكن يطلع من البوستير سيكل ارتري. واحنا قلنا فاضل اللور وان ثيرد اوف اسندنج كولون، كان طب ده بيغذيها ايه؟ الاسندنج برانش كوليك ascending branch، الكوليك برانش او الاسندنج برانش بتاع الاليو كوليك. يبقى ده بيغذي الكوليك برانش اللي طالع من الاليو كوليك اللي هو اللور وان ثيرد اوف اسندنج كولون. اخر حاجه الانستموزك برانش، قلنا ان هو بيعمل انستموز مع سوير ميزنتريك ارتري في الاول. يبقى الاليو كوليك برانش اول فرع منه الاليال بيروح للترمينال اليوم، ابنديكولار بيروح للابندكس، انتيرو بوستيرو سيكال بيروح للسيكم، وممكن الابنديكولار ده يطلع من البوستيرو سيكال ارتري. وفي الكوليك اسندنج برانش اللي بيغذي اللور وان ثيرد اوف اسندنج كولون، والانستوموتيك برانش اللي بيعمل انستوموزس مع سوير ميزنتريك ارتري اللي احنا ايه قلناها في الاول. طب ايه اللي بيغذي الابر تو ثيرد اوف اسندنج كولون؟ كان الرايت كوليك، وبيغذي الرايت كوليك فليكشر. يبقى اذا هم 5 برانشات، الانفيرو بانكرياتيك ودودنال والجوجنال والاليال والرايت كوليك والميدل كوليك والاليو كوليك. الاليو كوليك لوحده بيدي 6 برانشات، الاليو كوليك لوحده بيدي ايه؟ 6 برانشات. ادي خلصنا السوبيرو ميزنتريك ارتري. بالنسبه للانفيرو ميزنتريك ارتري، ادي الانفيرو ميزنتريك ارتري، احنا قلنا ايه اللي كان فاضل؟ الهاند جاد. الانفيرو ميزنتريك ارتري احنا قلنا الاثنين تانيين طالعين من ال1 وابر بوردر ولور بوردر بتوع ال1، ده طالع برضه من الفرانت اوف ابدومينال اورتا ولكن قصاد ال3، ده بعد عنهم شويه. الكورسور ريليشن، الكورسور ريليشن هتحفظها زي ما هي وهتحاول تتخيلها. انا والله لو في دايجرام هجيب لك دايجرام واشرح لك على الصوره، بس للاسف مفيش. يبقى هو طالع من البيهايند الثيرد بارت اوف دودنم، بيمشي لتحت داونورد تو ذا ليفت بيهايند بروتونيوم اوف ذا بوستيرو ابدومينال وول كروسنج. ممكن يسألني سؤال، ايه الحاجات اللي بيعبرها الانفيور ميزنتريك ارتري؟ الحاجات اللي بيعبرها الانفيور ميزنتريك ارتري هو بيمشي شمال، يبقى هيعبر ايه؟ الاورطة شمال. يبقى تلات حاجات شمال، الليفت سمباثيتك تشين والليفت سوس ميجور والليفت كومن الياك ارتري. يبقى تاني بيعبر اربع حاجات، الاورطة وتلات حاجات شمال، الليفت سمباثيتك تشين والليفت سوس ميجور والليفت كومن الياك ارتري.
يبقى ده بالنسبة للإنفيرو ميزنتريك أرتري اللي هو كان بيغذي الهايند جات. بعد كده قال ان هو بيخش البلفز وبيكمل بيبقى اسمه سوبير ريكتر ارتري. يبقى هو بعد ما يخش البلفز اسمه بيتغير، يبقى السوبير ريكتر ارتري هو الانفيرو ميزنتريك ارتري ولكن اسمه بيتغير، يبقى اسمه سوبير ريكتر ارتري. لذلك السوبير ريكتر ارتري هو واحد من البرانشات بتاعت الانفيرو ميزنتريك ارتري. بعد كده بيعبر حاجه اللي هو الكومن الياك ارتري، بيعبره ما احنا لسه قايلين اهو ان هو كروسنج الكومن الياك ارتري ليفت كمان اليك ارتري. يبقى الاورطه الحاجات اللي بيكروس ليها الاورطه والليفت سمسك تشين والليفت سواس ميجور والليفت كمان اليك ارتري. طب بيخش البلفز اسمه ايه؟ بيبقى اسمه سوبير ريكتال ارتري ات كروزنج الكمان اليك ارتري. بعد كده ايه؟ وبيعمل كروزنج للكمان اليك ارتري. طب ايه البرانشات بتاعت الانفيرو ميزنتريك ارتري؟ عندنا الليفت كوليك او حاجه اسمها ابر ليفت كوليك، احنا لسه واخدين الرايت كوليك ارتري ده بيغذي الرايت كوليك فليكشن. الليفت كوليك ارتري ده بيغذي ايه؟ ايه الكورس بتاعه؟ ده بيمشي بيهاند البروتينيوم ابورد لفوق اند ليفت لحد ما يوصل للديسندنج كولون. ما هو الرايت كوليك كان بيغذي الابر تو ثيرد اوف اسندنج. طب ده بيغذي ايه؟ بيدي اسندنج وديسندنج برانش اتس اسندنج برانش كروس ان فرونت لور بول اوف ذا ليفت كدني. يبقى الاسندنج برانش بيعبر قدام اللور بول اوف ايه؟ ليفت كيدني. سبلاي الليفت، سبلاي الليفت وان ثيرد. اول حاجه كان الليفت كوليك بتاع الابر ليفت كوليك ده اول برانش من برانشات الانفيرو ميزنتريك ارتري. قلنا ان هو ران بيهايند البروتينيوم اند ابر وورد تو ليفت تو ريتش ديسندنج كولون، بيدي اسندنج وديسندنج برانش. الاسندنج برانش ده بيمر فرونت لللور بول اوف ذا ليفت كيدني. سبلاي الليفت وان ثيرد بتاع ترانسفيرس كولون والليفت كوليك فليكشر. ما احنا قلنا ان اللي هو كان واحد بيغذي لي راح للترانسفيرس ميز كولون كان بيغذي لي الرايت تو ثيرد بتاع ترانسفيرس كولون، انما ده ال وان ثيرد اللي بتبقي بيغذي الليفت كوليك، بيغذي الليفت كوليك ايه او او الابر ليفت كوليك، الليفت كوليك فليكشر وبيغذي كمان الليفت كوليك فليكشر والابر بارد اوف ذا سيندوم كولو. يبقى الليفت كوليك فليكشر بيغذي ثلاث حاجات، التلت اللي كان متبقي من الترانسفيرس كولون والليفت كوليك فليكشر والابر بارد اوف ذا سيندنج كولون، الابر بارد اوف ذا سيندنج كولون. طب السيجمويد الارتري او اللور ليفت كوليك ده بيغذي لي التو ده من 2 ل 3 برانش، بيغذي اللور بارت اوف ذا سيندنج كولون والسيجمويد كولون. السيجمويد الكولون بيغذي اللور بارت اوف ذا سيندنج كولون والسيجمويد كولون اللي كان متبقي. طب السوبير ريكتال ارتري، السوبير ريكتال ارتري قلنا لما يخش من البلفس بيكمل كسوبير ريكتال ارتري، ده بيروح للريكتم وبيغذي الابر هاف اوف انال كانال وهو بيعمل انستموزس مع الميدل والانفيور ريكتر ارتريز. اذا بقى السوبير ريكتر ارتري بيروح للريكتم بيغذي الريكتم والابر هاف اوف انال كانال وبيعمل انستموز مع الميدل والانفيور ريكتر ارتري، انستموز مع الميدل والانفيور ريكتر ارتري. في حاجه اسمها مارجنال ارتري. يعني ايه مارجنال ارتري؟ قال ان هي عباره عن ارتريا تشين بارر تو انر سايد اوف ذا كولون، ودي اللي بتديني الجيفز فازا ريكتا تو سبلاي ذا كولون. يبقى المارجنال ارتري دي اللي بيديني الفازا ريكتا اللي هي بتسبلاي ذا كولون. طب بتتكون من ايه؟ من الانستموزز بتاعت الكوليك ارترز، كل الانستموزز اللي هي بتوين الكوليك ارترز بالذات الاليو كوليك والرايت كوليك والميدل كوليك والابر ليفت كوليك واللور ليفت كوليك. يبقى المارجنال ارتري بتتكون من انستموزز بتاعت 5 ارترز، الاليو كوليك ارتري والرايت كوليك ارتري والميدل كوليك والابر ليفت كوليك واللور ليفت كوليك. تمام. يبقى خلي بالك هنا كان الليفت كوليك كان بيغذي التلت المتبقي. طب ايه اللي كان بيغذي التلتين؟ اللي كان بيغذي التلتين كان اللي هو اللي كان بيغذي التلتين كان اللي هو الميدل كوليك. الميدل كوليك هو اللي كان بيغذي التلتين اليمين بتوع ترانسفيرس كولون. طب اللي بيغذي التلت المتبقي كان ايه؟ الليفت كوليك. طب الرايت كوليك كان بيغذي الابر تو ثيرد بتاع الاسندنج كولون
والرايت كوليك فليكشر. هناك كان الليفت كوليك هو اللي بيغذي الليفت كوليك فليكشر، واخر تلت والابر وان ثيرد بتاعت ايه، والابر بارت بتاعت ديسندنج كولون، والابر بارت بتاع الايه ديسندنج كولون، تمام. والسجمويد الارتري هو اللي بيغذي السجمويد القولون، واللور بارت بتاع السن القولون، وقلنا اخر حاجه السوبر ريكتر ارتري اللي بيغذي الريكتم، وقلنا يعني ايه مارجنال ارتري. يبقى انت كده عندك تحفظ الاجزاء بتاعه الفور جاد وايه اللي بيغذيها، الاجزاء بتاعه الميد جاد وايه اللي بيغذيها اللي هي السوبر ميزنتريك، وهي الاجزاء بتاعه الهايند جاد وايه اللي بيغذيها، وتحاول تحفظها بشكل عرضي وتقارن كل شوية ده بيتغذى من ايه، وجيب مثلا كل اورجان لوحده ايه الارتر اللي بيغذيها كلها، وتقارن تشوف ايه الفاضل هنا، وتشوف ده بيغذي ايه، وتعمل مقارنة بين كل ارتري وبعضها، وتشوف ده كل ارتري بانستموزس مع ايه وهكذا. هي دي موضوع الاسئلة، وقلنا يعني ايه مارجينال ارتري. بالنسبة للكويشن، بالنسبة للأسئلة عندها شوية أسئلة كده للمراجعة. السيليك ترانك سبلاي اول اوف ذا فولوينج ستراكشر اكسبت، هل السيليك ترانك كان بيغذي الجول بلادر؟ اه، ما هي جزء من الفرجات، كان بيغذي الاسبلين، تمام، الاسبلينك ارتري، ودي كانت بيديها سيستك ارتري، كان بيغذي الاستومك، اه كذا واحد، سواء كان الليفت جاستريك او الشورت جاستريك. هل كان بيغذي السيرد بارت اوف دودنم؟ لا، ده السيرد برضو اوف دودنم ده كان تابع السوبر ميزنتريك ارتري، يبقى السيرد برضو اوف دودنم هو ايه اللي مختلف عندنا. concerning the splenic artery one statement is wrong، هل هو بيجري run behind او بيقع ورا الليزر ساك؟ اه بيقع ورا الليزر ساك، قلنا في الكورس بتاعه. هل بيكون لي البارت اوف ستومك بيد؟ هنشوف دلوقتي. هل بيديني الرايت جاسترو اسبلينيك ارتري ولا سبلايز بنكرياس؟ بيقع ورا الليزر ساك، دي مظبوط، بيكون لي الاستومك بيد دي، اه موجود ان هو بيكون لي جزء من الاستومك بيد، ولكن دي مش موجوده في الداتا، ولكن انت هتعملها عن طريق استبعاد الخطا. هل هو بيديني رايت جاسترو اسبلينيك ارتري؟ بيديني الرايت جاسترو سبلينك ارتري؟ لا، هو كان بيديني ليفت جاسترو سبلينك ارتري، انما الرايت جاسترو سبلينك ارتري ده مش هو اللي كان بيديهولي. سبلاي زي بنكرياس، اه سبلاي هتبقى ايه اللي هو جيف رايت جاسترو سبلينك ارتري. هي نوعيه الاسئله بتيجي كده. كونسيرنينج الجاسترو دودنال ارتري وان ستيتمنت از رونج، هل ان هو الديسند بيهايند الفيرست بارت اوف دودنم؟ مظبوط. اكومبيند باي جاسترو دودنال فين؟ هنشوف. supply upper part of head of the pancreas، تمام. is placed on left side of common bile duct، فاكرين الجاسترودونال ارتري احنا قلنا ان هو has no vein، يبقى الجاسترودونال ارتري ده has no vein، يبقى حتى لو انت مش عارف بقية الحاجات او ناسيها، هل هو بيكون له جاسترودونال فين؟ لا، عشان هي الجاسترودونال ارتري دي ما كانش ليها فين، يبقى it's accompanied by a gastrodural vein، هي دي الجملة الغلط، تمام. ال superior mesenteric artery usually arise at level of، احنا قلنا ايه lower border وال upper border هو اللي ما ذكرش، وعايز ال level بس، هتبقى ال L1 وكانت ال lower border of L1. the anastomosis between celiac trunk و superior mesenteric artery، خلي بالك عشان السؤال هيجي بطريقة تانية. احنا قلنا الانستموزس بيكون بين السوبيرو بانكرياتيك دودينال ارتري والانفيرو بانكرياتيك دودينال ارتري، هو عايز الانستموز ده بيقع فين في الجسم، يعني بيقع فين في الجسم من جوه، هل عند البايليرو دودينال جانكشن ولا الميدل اوف سكند بارت، الميدل اوف سكند بارت ات ذا ميدل اوف سكند بارت اوف دودينم، ولا عند الدودينوجينال جانكشن، ولا عند الميدل اوف ثيرد بارت؟ لا، هو كان عند البايلير ودودنال جانكشن في اول انفير ميزنتري، في اول انفير بنكرياتيك ودودنال ارتري، قلنا ان هو بيقع عند البايلير ودودنال جانكشن، يبقى الانستموزس بين السيليك ترانك وبين السوبر ميزنتريك ارتري بيقع فين؟ والسؤال ده مهم، عند البايلير ودودنال جانكشن، تمام. انفير ميزنتريك ارتري بيعبر كل ده ما عدا احنا، هل ابدومينال اورطا؟ احنا قلنا ابدومينال اورطا وتلاتة ليفت، ليفت سوس ميجر وليفت كامن الياك ارتري
وكان الليفت سمباثيتك تشين تقريبا. هل كان معانا ليفت يوروتر؟ لا ما كانش معانا ليفت يوروتر، يبقى الليفت ابدومينال اورتر ليفت سواز ميجور ليفت كاون اليك ارتري، انما الليفت يوروتر لا ما كانش معانا الليفت يوروتر. السيستيك ارتري ده بيغذي كل ده ما عدا الهيباتيك داكت، قلنا اه بيغذي الهيباتيك والتو الكامن هيباتيك والتو هيباتيك داكت والجول بلادر والداكت اللي هي الايه، ولكن الابر بارت، الابر بارت بتاعها والابر بارت اوف اللي هي الكامن بايل داكت قلنا والجول بلادر والداكت، هل كان بيغذي البايل كانيوكولاي؟ لا ما كانش بيغذي البايل كانيوكولاي، يبقى هي دي الاكسبت اللي معانا. كده نكون خلصنا التوتوريال، ثانك يو.